في الأحد الطلاب، المحاضرة مالت اليوم راح تكون استكمال يعني للموضوع السابق اللي تطرقنا إذا كان عندي تكامل على مسار مغلق، مسار حركة على يعني مسار مغلق، بده يكون عندي الاندبندنت اوف ذا باث، التكامل الخطي اللي عبرنا عنه بهذا الشكل. تتذكرون بالمحاضرة السابقة لما كتبنا التكامل، تتذكرون اقصد انه آخر شيء صفحة رقم 9 قلنا تكامل مغلق على باث سي، الاي مثلا اي او الاف اي مجال دوت دي ار، قلنا اذا ساوى صفر بما معناه هذا الفيلد مالتي دي يكون محافظ، اي فيلد يكون ميكانيكي اي شيء. فطبعا هذا الاي اللي عبرنا عنه بالكونزرفاتيف محافظ يخضع لهاي العلاقه، يعني راح يكون عندي الاي راح يساوي لنا الظل كميه معينه ديفاي معينه سكيلر بوتنشال اسميه او وايضا شفنا انه الكيرل هذا يترتب عليه على انه الكيرل مالت الاي ايضا راح يساوينا زيرو، لان تعرفون بالكورس الاول اخذنا قاعده قلنا الكيرل هسه الاي، هسه احنا قلنا الاي هو عباره عن دل الفاي اللي هو سكيلر فانكشن، يعني الاي هنا فيكتور، تعرفون هذا فيكتور يعني فيكتور فيلد، بينما هذا الفاي هنا الفاي هو سكيلر، هو سكيلر فانكشن، وبالتالي اني شو كنت هذا الدل يساوي الكيرل يساوي زيرو، لازم يكون عندي الاي وبده يساوي لي الدل، لان تعرفون بالكورس الاول اخذنا الكيرل لاي دل يساوي زيرو، وايضا اخذنا الدايفيرج لاي كيرل هو يساوي صفر، اذا اخذنا هذا اف سميناه اف يساوي صفر، يعني اكو قاعدتين للتصفير، اما الكيرل مالت الدل او الدايفيرج مالت الكيرل، هذا كيرل. عموما لما اخذنا هذا التعريف الاولي قلنا هذا الشيء ترتب عليه، انا هسه اللي يهمني من هذا الكلام كله شنو؟ اللي يهمني من هذا الكلام وانه راح يترتب عليه على انه الدي ام على دي الواي راح يساوي لنا الدي ان على دي اكس. يعني انا اذا انطيكم اي مجال قوه محافظ، اي مجال قوه، لا عفوا مو محافظ، اي مجال قوه. مثلا اقول لكم كابيتال اي يساوي لنا الام الاي زائدا الان الجي. اذا اعرف هذا الفيلد هل يعتمد على الباث؟ لو ما يعتمد على الباث بالتكامل على مسار معين، اجي اطبق هاي القاعده الفوق. اجي اطبق القاعده الفوقانيه اللي تقول انه البارشال مالت الام اللي هو هذا الام هو عباره عن داله، طبعا الام داله تعتمد على الاكس والواي، والان ايضا تعتمد على الاكس والواي، فلازم افاضل الام بالنسبه للواي واشوف هل يساوي الان بالنسبه للاكس، افاضل الان بالنسبه للاكس، اذا ساوى بما معناه اني اقدر اوصل للنقطه اللي اريدها باي باث اني اختاره ويعطي نفس الناتج. كيف هذا الشيء؟ كيف؟ بهذا المثال راح نشوف. بالمثال مالت المحاضره مالت اليوم، طبعا هي هاي مبرهنات مالت التكامل، هنا ثلاث مبرهنات فقط ماكو غيرها، اللي هي هسه اللي احنا كنا تطرقنا بالمحاضره السابقه الجرين ثيورم، وايضا تطرقنا راح نتطرق للدايفيرجنس او جاوسز ثيورم، وايضا راح نتطرق الى نظريه ستوك، مبرهنه ستوك العفو. لاحظوا يا هذا السؤال اللي راح يكون تطبيق لاخر شيء بالمحاضره السابقه، نحن نقول ايفالويت احسب التكامل، طبعا تكامل خطي عندي دي اكس وهنا عندي دي واي، فهنا يقول اوجد التكامل الخطي على هذا الباث من 0 0 الى 2 1، حيث انه عندي الام وهذا اللي تشوفونه امامكم، يعني هذا اقصد به الام، هذا اللي انا مظلل امامكم لا اقصد به، هذا كله هو الام اللي هو 10 اكس اس 4 ناقصا 2 اكس الواي تكعيب الدي اكس ناقصا، هسه هذا المقدار كله ويا الماينس، بالمناسبه ويا الماينس، يعني احنا القانون شو يقول؟ يقول ام دي اكس زائدا الان دي واي، ام دي اكس زائدا الان دي واي هو كل عباره عن الاي دوت دي ار، هو كل عباره عن الاي دوت دي ار، وبالتالي ماينس 3 اكس تربيع ماينس 3 اكس تربيع واي تربيع هو يمثل عندي الكابيتال ان. لاحظوا هاي الجواب، وهذا اللي اقصد به انه لما نجي ناخذ ال اي دوت دي ار راح يساوينا الام دي اكس زائد الان دي واي، واللي هو نفسه هذا اللي معطى بالسؤال، هذا كله يعني هذا كله بين قوسين لما اظلله هو كله عباره عن الان دي اكس زائد الان دي واي، وبالتالي يعني باي كومباريسن بالمقارنه هذا المعطى
هذا المعطى كله ويا هذا الموجود هنا، راح اشوف انه الام، راح اشوف انه الام هذا الام راح يقابل لي هذا كله، راح يساوي لي هذا كله اللي هو 10 اكس، 10 اكس 4 ناقص 2 اكس ناقص 2 واي تكعيب. ايضا راح اشوف انه الان الكابيتال ان اللي هو هذا الكابيتال ان هنا راح يقابل لي هذا اللي مقدار كله. اذا الام الاي دوت دي ار هو عباره عن الام دي اكس زائد ان دي واي واللي هو هذا كله الحدود اللي الانتجرانت اللي الكميه اللي هي داخل التكامل هذا كله، هذا كله دي مثل عندي دي واي ام دي اكس زائد ان دي واي العفو. وبالتالي الان راح يقابلنا ناقص 3 اكس تربيع واي تربيع. لاحظوا راح اطبق الكونديشن اللي كتبت لكم اياه هنا اللي هو البارشال مالت الام، البارشال ديريفيتيف مالت الام بالنسبه للواي يساوي لازم البارشال ديريفيتيف مالت الان بالنسبه للاكس. لاحظوا يعني هسه الان الام لما اجي اشتقه بالنسبه للواي، مشتقه جزئيه بالنسبه للواي، هذا الحد ما يعتمد على الواي وبالتالي يصفر. هذا الحد المشتقه مالته بالنسبه للواي راح يكون 3 في 2 6، فراح يكون عندي ناقصا 6 اكس واي تربيع اللي هو هذا ناقصا 6 اكس واي تربيع. يبقى لي هذا ايضا اشتقه مشتقه جزئيه بالنسبه للاكس، مشتقه بالنسبه للاكس هذا عندي اكس تربيع، مشتقه مالته هو 2 اكس، ف2 في ناقصا 3 يعطيني ناقص 6، يعني ناقصا 6 اكس واي تربيع، ناقصا 6 اكس واي تربيع. اذا لاحظوا يا طلاب، لاحظوا اذا المعادله ال 1.55 و1.56 الدي ام على دي واي يساوينا كذا، والدي ان على دي اكس يساوي نفس المقدار، يعني ناقصا ناقصا 6 ناقصا 6 اكس واي تربيع، وهنا ايضا عندي ناقصا 6 اكس واي تربيع تساوي، بما معناه الفيلد المعطى بالسؤال، الفيلد اقصد اللي هو هذا الكابيتال اي لا يعتمد على المسار، ما يعتمد على المسار. الله يرحمك ابو علاء، فما يعتمد على المسار. فلاحظوا يا طلاب، يعني بما معنى لما اجي للسؤال مالتي، السؤال كان بالشكل الاتي، يقول اوجد التكامل الخطي من النقطه 0 0 اللي هي هاي، من النقطه 0 0 الى النقطه 2 1 اللي هو اقصد هذا السي 1 المعبر عنه بالسي 1، المسار السي 1. يعني هو السؤال شو يقول؟ يقول اوجد التكامل من هاي النقطة إلى هاي النقطة. أي. إذا واحد منكم رايد رقي أو شيء خلي يقول لي. إي. أكو واحد، المهم لاحظوا وياي، فالتكامل هو يقول من 0 0 إلى 2 1، إلى 2 1. هنا هذا المسار، هذا السي 1. هذا كله سي 1. هسا احنا شفنا. هسا الآن شفنا. شفنا انه البارشال ديريفيتيف مالت الام على دي واي ساوانا الدي ان على دي اكس، شفنا هذا اللي الان شفناه دي يساوون. هذا الشيء يترتب عليه؟ يترتب عليه الاتي، انه اقدر انا اشوف التكامل من 0 0 من 0 0 الى 2 1 الى 2 1 يطلع لي الناتج رقم نمبر رقم. لما اجي اخذ باث اخر مو هذا الباث من اللي هو السي 1، اخذ الباث الاتي اللي هو من ال 0 0 الى 2 1، ثم ايش راح اسوي؟ اتحرك من 2 1 2 عفوا 2 0 اتحرك الى 2 1 اللي هو يعني راح يكون عندي سي 2 زائد سي 3، سي 2 زائد سي 3. راح اشوف الناتج راح يكون نفس الناتج الاول، يعني نفس الناتج راح ينطيني. فاني عندي الان ثلاث خيارات موجوده، ثلاث خيارات يعني مو طماطه، خيار ثلاث خيارات موجوده وبالشكل الاتي، ثلاث خيارات تكون موجوده، تكون اولا عندي على الباث الاول اللي هو السي 1 هذا، الباث الثاني المقترح اللي هو السي 2، بعدين اجمعها ويا السي 3 ويا السي 3، او الحل الاخر انه انتقل من 0 0 الى 0 1 اللي هو الباث سي 4، ثم اجمعها ويا الباث من الصفر واحد الى 2 1 اللي هو السي 5، يعني راح يكون عندي سي 4 زائد سي 5. طبعا النواتج مالت التكاملات الثلاثه راح تكون المساويات. ليش مساويات؟ لان الباث مالتي، لان الفيلد مالتي ما يعتمد
المسار مالتي ماذا المسار ماذا يعتمد على الباث المسار 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 استغفر الله المسار لا يعتمد على الباث عفوا الفيلد الفيلد مالتي دوخنا هذا الفيلد الفيلد ما يعتمد على الفيلد مالتي ما يعتمد على الباث اتجاه المسار مالتي لان طلع هو محافظ فاقدر السي واحد اللي هو هذا اللي رسمته لكم بالبدايه الخيار الاخر انه انتقل عبر السي 2 بعدين من السي 2 اروح للنقطه المراده اللي هي 2 1 من خلال السي 3 الخيار الثالث المقترح انه من 0 0 الى 0 1 اللي هو السي 4 ثم بعدين من نهايه السي 4 اللي هو 0 1 انتقل ل 2 1 هو النقطه الوجهه مالتنا الديستنيشن مالتنا هو 2 1 كل الطرق تؤدي الى 2 1 الى هذا السوق ريدي الى 2 1 فما يعتمد اقدر اختار اي باث لاحظوا طلاب بما معناه اي اي بما معناه خلي شوي نكبر الملف مال هذا لاحظوا بما معناه الحرق بما معناه السي 1 التكامل على السي 1 اللي هو هذا السي 1 التكامل على السي 1 راح يساوينا التكامل من السي 2 ثم السي 3 اللي هو هذا من السي 2 اشوف التكامل ايش قال على هذا الباث ثم اجمعه ويتكامل على السي 3 واوصل لنفس النقطه المراده اللي هي 2 1 او يساوينا السي 4 زائد السي 5 يعني التكامل على الباث السي 4 اللي هو من 0 0 الى 0 1 ثم اجمعه ويتكامل من 0 1 الى 2 الى النقطه 2 1 اللي هو معبر عنه بالسي 5 نجي لا نجي للبروف البروف مالت الايكويشن 1 57 اللي هو طبعا هسه الان احنا جايين نشوف التطبيق مالت المعادله نهايه المحاضره السابقه لاحظوا على الباث الاول السي 1 التكامل بيكون عندي من 0 0 عفوا الحدود مالت الحركه مالتي من يا نقطه ليا نقطه بيكون عندي من النقطه 0 0 الى النقطه 2 1 النقطة 2 1 لاحظوا الاكس عندي هو 0 ايش صار؟ صار 2 طلاب هذا الملف واضح بالنسبة لكم مو؟ نعم دكتور واضح اهم شيء واضح انا اخاف لا اغرد بغير مكان فاتح مو اكثر من ملف فاتح فالمهم هو هذا اللي تشوفونه امامكم فلاحظوا بي. الان انا اذا اتحرك من 0 0 الى 2 1 الاكس زي يتغير الاكس لاحظوا هذا الاكس هذا الاكس هذا الاكس وهذا اليم الواي بصفة الجانب الواي لاحظوا الاكس يتغير من 0 الى 2 هذا ما اقدر اعتبر يعني الاكس يتغير عندي مو مثل البروبلمز السابقه اللي كانت بالكورس الاول او حتى بالمحاضره السابقه لما كان عندي اما اكس يساوي اكس يثبت او الواي يثبت هنا الاكس يتغير من 0 الى 1 الان اجي للواي الواي ايضا يتغير من 0 ويصير يكون عندي 1 فانا ايش راح اطبق؟ راح اطبق علاقه الخط المستقيم، لان هو شكل خط مستقيم ترى السي 1 يعني انا معطيكم اياه خط مستقيم وبالتالي تقدر تطبق هاي العلاقه، احيانا ما يعني ما يكون خط مستقيم يكون حسب المعادله مالت البروبلم، قد يكون واي يساوي اكس تربيع، واي يساوي اكس تكعيب، واي يساوي 1 ناقص 2 اكس تربيع حسب بس انا الشكل هذا اعطيكم اياه بالامتحان، فراسا اول ما تباوع الحركه من ال 0 0 الى 2 1 راسا تستنتج انه خط مستقيم، معادله الخط المستقيم معادله الخط المستقيم هي معلومه اللي هو اللي هو الواي 2 ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 1 ويساوينا الواي ناقص الواي ناقص واي 1 على اكس ناقص اكس 2، لاحظوا الواي 2 والاكس 2 هي النقطه النهائيه، الواي 1 والاكس 1 هي النقطه الاوليه، نحن نعرف النقاط الاوليه هي 0 0 النقاط الاوليه هي 0 0 فراح يصير عندي الواي 1 0 الاكس 1 0 الواي 1 هنا على الطرف الايمن مالت المساواه 0 هنا ايضا 0 هنا يبقى هذا الواي متغير فاريبل يبقى ثابت فراح يكون عندي واي ماينس 0 وهنا اكس ماينس 0 يعني بما معناه هذا الطرف الايمن هذا الطرف الايمن راح ينحسب عندي الناتج مالته بواي على اكس واي على اكس اجي للطرف الايسر الايسر انا عندي الواي 2 هو ايش قد الواي 2 1 فواحد ناقصا الواي 1 اللي هو 0 فواحد ناقص 0 على 2 ناقص 0 2 ناقصا 0 اللي هو هذا يعبر عنه راح يعطيني 1 ناقص 0 هو 1 2 ناقصا 0 هو 2 راح يعطيني هذا المقدار كله هو نصف اذا النصف شو يساوي النصف؟ النصف يساوي واي على اكس يترتب عليه وهذا يؤدي الى انه النصف يساوي واي على اكس انا شاري ايد الواي ايد الواي كتبه بدلاله الاكس فطرفين في وسطين وبالتالي راح الواي شو يساوي لنا الواي؟ الواي راح يساوي اكس على 2 بس راح احول الاكس للطرف الاخر هذا الاكس اللي بالمقام من الجانب الايمن احوله للطرف الاخر راح يكون عندي اكس على 2 فواي
راح يساوي اكس على 2. افاضل الطرفين، لما افاضل الطرفين فراح يصير عندي الدي واي شو يساوي؟ الدي واي دي اكس على 2. اعوضه بالمعادله اللي فوق، المعادله اللي فوق مالت الاي دوت الدي ار. الاي دوت الدي ار اللي هو ام دي اكس زائد ان دي واي ويساوي لنا هذا المعطى بالسؤال، هو هذا يمثل عندي الاي دوت الدي ار. انطاني اياه هو صافي، انطاني اياه خام، انطاني اياه بدون ما اني اسوي اي دوت الدي ار. يعني اذا انتم هيك جاكم هيك فيلد يعني معناته هو هذا كله الاي دوت الدي ار. فراح اعوض بدال كل واي، بدال كل واي راح اعوض اكس على 2، بدال كل واي موجوده اكس على 2، بدال كل دي واي اعوض، بدال كل دي واي، بدال كل دي واي راح اعوض، بدال كل دي واي راح اعوض الدي اكس على 2. فايش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي الاتي، راح يكون عندي هذا الاتي اللي تشوفونه امامكم، اللي هو الاي دوت الدي ار. راح يكون عندي نفس الفورم جبته فوق المعطى بالسؤال، جبته بس خليته كما هو. هسه الان لا، انزله اعوض بدل كل واي بما يساوي اللي هو اكس على 2. هنا 10 اكس اس 4 ما يتغير، يبقى ثابت اللي هو هذا هنا. الماينس يبقى ثابت هنا. عندنا ناقصا 2 اكس واي تكعيب. حجي اعوض بدل واي تكعيب اكس على 2. راح يكون عندي اكس على 2 لكل تكعيب. دي اكس يبقى على الحطه مالته، ينزل كما هو. ناقصا الناقص 3 اكس تربيع، ناقص 3 اكس تربيع، بدل الواي راح اعوض اكس على 2 وهو تربيع، فيصير اكس على 2 لكل تربيع. بدل الدي واي، بدل الدي واي راح يكون عندي دي اكس على 2. ابسط هاي المعادله لفوق، فراح يصير عندي اكس، يعني هذا الحد راح يكون عندي اكس تكعيب على 8، اللي هو هذا اكس تكعيب على 8. هذا الحد راح يكون اكس، يعني اكس تربيع على 4، اللي هو هذا. ايش راح يصير عندي؟ الان ايش راح يكون عندي؟ بس مجرد يعني ابسط بعد اكثر، ان انا عندي اكس مضروب في اكس تكعيب يعطيني اكس اس 4. عندي هنا 2 في هنا 2 بالبسط و 8 بالمقام، يصير عندي 1 على 4 كانه، اللي هو هذا دي اكس. طبعا دي اكس راح اطلع عامل مشترك، لانه هو هاي المعادله اي دوت دي ار كلها صارت بدلاله، هاي المعادله كلها صارت بدلاله الاكس، كلها صارت بدلاله الاكس. فهذا يختزل علي شغل، يختزل علي شغل، لانه الاكس راح يتغير التكامل مالت الاكس من الصفر الى 2. لاحظوا لما تصير المعادله مالتي كلها دلاله الاكس، الاكس منين يتغير؟ من الصفر، هذا الصفر اللي هنا بالبدايه، الى الاثنين، الى الاثنين اللي هذا بالبدايه موجود هنا، الى الاثنين الموجود هنا. وبالتالي راح يكون عندي، راح يكون عندي يعني اقصد انه الثلاثه هنا اثنين في اربعه، 2 في 4 8 في يصير 3 على 8، اللي هو هذا الحد اللي هنا تشوفونه امامكم. عندي اكس تربيع مضروب في اكس تربيع يعطيني اكس اس 4، وانا طلعت الدي اكس من هذا الطرف، عفوا هذا الدي اكس من هذا الطرف، وايضا من هذا الطرف طلعت عامل مشترك، فينطيني هذا اللي تشوفونه امامكم هاي المعادله. اوحد المقامات لانه عندي هذا عندي كل اكس اس 4، عندي هذا اكس اس 4، اكس اس 4، اكس اس 4 ايضا. راح اشتغل على الحدود اللي صايره الثانيه والثالثه، اقصد هذني. فالمضاعف المشترك الاصغر راح يكون عندي 8، اطلع الاكس اس 4 عامل مشترك، وايضا الماينس اطلع عامل مشترك الماينس من الطرفين، فيصير عندي هذا الشكل. فواحد على 4 زائد 3 على 8 اكس اس 4. هذا ايش راح يصير عندي؟ 8 قلنا هو المضاعف المشترك الاصغر، ف 8 تقسيم 4 2، 2 في 1 2، 8 تقسيم 8 1، في 3 3، 2 زائد 3 5 على 8 مضروب في اكس اس 4. هذا الحد الاول يبقى على الحطه مالته. فايش راح يصير عندي ثم بعدين؟ يعني هذا الحد الاول يبقى كما هو، عندي 5 على 8 اكس اس 4. ايضا راح اوحد المقامات بعد اكثر، فيصير 8 8 تقسيم 1 8 8 في 10 8، 8 تقسيم 8 1 في 5 5، ف 8 ناقصا 5 يصير 75 على 8. واكس طبعا الان هذا هاي الهوسه كلها اوجدت الاي دوت الدي ار. اي الاي الاي دوت الدي ار، الاي دوت الدي ار الان انحسب عندي ب 75 على 8 اكس اس 4 دي اكس. الان اكامل بعد ماكو اي مشكله، فانا اكامل التكامل على السي 1. التكامل الان مو مغلق ترى، يعني هسه الان التكامل ما مغلق، هو ما قايل لي بالسؤال، بالسؤال ما قايل، ما قايل ابدي من الزيرو زيرو وتحرك وارجع على نفس المكان، عكس عقارب الساعه، عكس اقل ما غير لي بالسؤال، يعني اوجد التكامل مغلق من الصفر صفر وتحرك الى
الباث سي 2 ثم سي 3 ثم ارجع على سي 1، ما قايل لي. بس اذا قال سوي تكامل مغلق يعطي صفر الناتج، التكامل راح يكون زيرو. لكن هو قايل لي بس اوجد التكامل على باث محدد اللي هو من 0 0 الى 2 1، بس ما انطى مسار. بالسؤال ما معطي مسار، ما قايل لي على مسار اشتغل. فانتم لازم تستنتجون، اذا شفتوا المجال القوة محافظ معناته تقدرون السي 1، معناته تقدرون السي 2 بعدين السي 3، معناته او فاينلي اخيرا السي 4 والسي 5. فالان التكامل ايش راح يكون عندي؟ التكامل راح يكون عندي بالشكل الاتي: تكامل اكس 10 اكس اس 4 دي اكس، لما اجي اكامل راح يكون عندي هذا اكس اس 5 على 5. ف 10 تقسيم 5 راح يكون عندي 2، هذا 10 اس 5 على 5. والتكامل من 0 الى 2 يعني هو الاكس دي يتغير، الاكس دي يتغير من 0 الى 1. 10 تقسيم 5 2 في اكس اس 5، وعوض الحدود مع التكامل اللي هو مره 2. الصفر ماكو داعي اعوض، الصفر ماكو داعي. فلما اعوض 2 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 في 2 32، 32 في 2 64 اللي هو هذا اللي تشوفونه امامكم 64. حدود مع التكامل من 0 الى 2 بينا لكم اياه. يعني اشترحنا الان انه اذا يدينا من الزيرو، هذا الزيرو اللي تشوفونه امامكم، الى هذا الاثنين اللي هو هنا الاكس، وهذا مجال التغير مالته او بالاسفل هذا هنا من الزيرو الى 2. يعني اقدر اتحرك من 0 0 الى 2 0، فالاكس يتغير من 0 الى 2. طلع هسه الان التكامل على السي 1 60. انا هنا لاحظوا شفت علامه التكامل مغلق بعد ماكو مغلق، يعني انا كتبت القانون. لاحظوا هنا هذا ماكو تكامل مغلق، السؤال ما كاتب تكامل مغلق. كل التكاملات هنا انا ما خالف شيء اسمه مغلق. لاحظوا كاتب تكامل على سي 1 باث سي 1 باث تطلع لي 60. الان راح اشتغل على الباث الثاني، المقترح الثاني. المقترح الثاني انه اتحرك مو على سي 1، هسه الان راح اشتغل على سي 2 اشوف التكامل ايش قد مالت المجال مالتي مجال القوه. لانه يعني اذا قلنا اي دوت دي اي دوت دي ار، اذا اعتبرنا الاي هو قوه ميكانيكيه والار هو المسار البعد، تعرفون الشغل هو شيء يساوي الشغل؟ الشغل هو يساوينا قوه في الازاحه. فاذا كان عندي الاي هو القوه، فالقوه في الازاحه يعطيني الشغل المنجز. فاذا اعتبرنا جدلا اذا اعتبرنا هذا الشغل المنجز على المسار سي 2، المسار سي 2 الشغل المنجز هنا، واجمعه ويا الشغل اللي راح يكون على المسار السي 3، لازم الناتج ينطي نفس الاول اللي هو 60. راحت. فايش راح يصير عندي؟ ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي واحنا وصلنا للباث الثاني اللي هو سي 2 زائد سي 3 هذا. فلاحظوا السي 2 زائد سي 3 على المسار سي 2، السي 2 ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي من النقطه 0 0 ثم الى النقطه 2 0 ثم الى النقطه 2 1. النقطة المرادة، النقطة المرادة هي 2 1. أول فرع اشتغلنا مباشرة انتقلنا، شلون يقولون بالمصري دغري؟ دغري رحنا من 0 0 إلى 2 0 رأسا، إلى 2 1 العفو، من 0 0 إلى 2 1. الآن بهذا الجزء الثاني راح يكون من السي 2 زائد سي 3، راح يكون من 0 0 إلى 2 0، بعدين من 2 0 إلى 2 1. فالتكامل مالتي راح يكون من السي 2، التكامل مالتي على الباث اللي هو سي 2 زائد سي 3 يجزأ، العفو يجزأ الى حدين، التكامل على السي 2 والتكامل على الباث السي 3. على السي 2 لاحظوا، على السي 2 راح يكون عندي الاكس يتغير بالشكل الاتي: من 0 0 الى 2 0، من 0 0 الى 2 0. لاحظوا الواي يثبت عندي الواي، الواي يكون عندي 0 بالنقطة الأولية وبالنقطة النهائية أيضا يكون عندي زيرو، فواي يساوي زيرو. هذا الشيء يؤدينا إلى أنه تفاضل الطرفين الدي واي راح يساوي تفاضل الصفر هو صفر، فالدي واي يعطي زيرو. وبما أنه أنا أعرف أنه الدي آر الأي دوت الدي آر هو هذا معطى بالسؤال، معطى راح أعوض بدال كل واي زيرو. لاحظوا هنا لما أعوض زيرو هذا الحد كله يروح، كله كانسليشن. هذا الحد عندي واي بس أنا عندي هنا دي واي، والدي واي هسه الآن قلنا هو يساوي لنا زيرو، وبالتالي الزيرو مضروب في هذا المقدار كله، هذا الحد كله راح. اذا هذا الحد غير موجود بالمره، غير موجود بالمره، يبقى لي فقط 10 اكس اس 4 دي اكس، هو هذا المتبقي 10 اكس اس 4 دي اكس اللي هو هذا. اجي اكامله، عمليه جدا سهله.
التكامل راح يكون كله على اكس، وراح اشوف الاكس ده يتغير ايضا من الصفر الى 2. من اكامل راح يكون عندي اكس اس 5 على 5، اكس اس 5 على 5، فال10 تقسيم 5 راح يكون عندي 2 في 10 هم راح يعطيني 64، ايضا راح انطاني ناتج 64. انطاني ناتج عفوا 64. الان راح اشتغل على شنو اليوم؟ مو سليم شنو السالفه؟ اليوم اليوم راح نشتغل عفوا هسه الان راح نشتغل على الباث سي 3. راح يكون عندي من 2 0 من 2 0 الى 2 1. لاحظوا الاكس الان هو اللي يثبت، الاكس هو اللي يثبت، الاكس هو اللي يثبت. لاحظوا الان عموما راح يكون عندي من الان راح يكون عندي من 2 0 الى 2 1. من 2 0 الى 2 1 لاحظوا الاكس دي يثبت عندي اللي هو 2، اللي هو 2. فعلى ما صارت السي 3 هذا من 2 0 الى 2 من 2 0 الى 2 1. فالاكس راح يكون عندي اكس راح يكون عندي 2. فعندما يكون عندي الاكس 2 راح التفاضل مات الطرفين الاكس التفاضل ماته ودي اكس الاثنين تفاضل ماته وزيرو هو عباره عن ثابت. فبما انه الاي دوت الدي ار هو معطى بالسؤال اي دوت الدي ار اللي هو هذا اللي تشوفونه امامكم. لما اجي اعوض ذا دي اكس صفر دي اكس لما اعوض صفر هذا الحد كله يروح. يعني هو هذا عباره عن قوس عباره عن قوس مضروب في دي اكس وبما انه دي اكس هو زيرو فهذا الحد كله كانسليشن ناقصا. هسه الاكس اعوض 2 يعني هو اكس يساوي 2 دي يثبت عندي 2 تربيع 4 4 في 3 12 فراح يعطيني ناقصا 12 واي تربيع دي واي. لاحظوا صارت المعادله مالت الاي دوت دي ار الاي دوت دي ار صار كله مكتوب دلاله الواي كله دلاله الواي كله بدلاله الواي. راح لازم اشوف الحدود مال التكامل مالت الواي تتغير مني من اين الى اين. اجي للواي اجي للواي اشوف الرسم مالت الواي راح اشوف انه ده يتغير الواي من الصفر الى واحد من الصفر الى واحد من الصفر الى واحد وبالتالي انحسم عندي التكامل تقريبا لانه راح يكون تكامل الواي تربيع دي واي. لما اكامل الواي تربيع راح يعطيني واي تكعيب على 3 12 تقسيم 3 4 ناقص 4 اجمعها ويا الباث سي 2 لان احنا قلنا الباث سي 2 زائد سي 3 السي 2 الان جاي طلع لي 64 هذا طلع لي ناقص 4 64 ناقص 4 يعطيني 60 هو نفسه الباث السي 1 اللي هو ايضا كان 60. العمليه الصور هي واضحه. فقلت تكامل من السي 2 الى السي 3 راح يكون عندي السي 2 زائد السي 3 ويساوي 64 ناقص 4 ويساوي 60. هذا هوم ورك لكم هوم ورك بالبروبلم هذا نفسه البروبلم السابق. هسه اشتغلي على المسار الاخير المقترح اللي هو سي 4 زائد سي 5 شوفوا هل راح يعطيني 60؟ هل راح يعطي 60؟ سي 4 زائد سي 5 هل راح يعطي 60؟ اللي هو راح يكون عندي اذا نرجع للرسم راح يكون عندي من 0 0 الى 0 1 ثم الى 2 1. شوفوا هل راح يعطيني 60؟ اكيد راح يعطيني 60 اكيد. إذا ما طلع لكم معناته اكو بروبلم. ايضا عندنا هوم ورك بس انا مو كل الهوم وركات راح اعطيكم اياها. هنا كتكليف هنا ايضا سؤال يقول فيريفاي فيريفاي حقق. لاحظوا لما يجيكم بالامتحان سؤال يقول لكم حقق يعني بما معناه لازم طرف ايمن وطرف ايسر واحد يساوي الثاني. تعرفون الجرين طرف الايمن هو طرف الايسر هو تكامل لاين انتجرال تكامل لاين انتجرال على مسار مغلق والطرف الايمن هو تكامل على ريجن تكامل على ريجن. فلازم الطرفين يساوون. اذا ما ساوى الطرفين اذا مباراه الانتجرين لا تطبق ولا تحقق لهذا الفيلد المعطى الفيلد المعطى اللي هذا. فهنا السؤال يقول فيريفاي جرينز ثيورم حقق مباراه الانتجرين علما ان هذا التكامل وير سي از ذا تراينجل وذ فيرتيسيز 0 0 باي على 2 0 وباي على 2 1 اون اكس واي بلين
يعني يقول لك حقق لي على مسار مثلث، نفس السؤال الأول اللي أعطيناكم إياه بالمحاضرة السابقة اللي طبقناه على التكامل الخطي على شكل مثلث، رؤوس مثلث من 0 0 إلى 1 0 ثم إلى 1 1. هنا عملية معكوسة، مو معكوسة، النقاط تختلف من 0 0 ثم إلى باي على 2 0، باي على 2 0 يعني من 0 0 إلى باي على 2 0 ثم من باي على 2 0 إلى باي على 2 1، باي على 2 إلى 1. وأنت نعطيكم هنت عن التكامل يفيدكم بالحل. أنا راح أنزلكم تكليف يعني مثل الباث. السؤال الخامس راح أعطيكم، سؤال خامس راح أنزل تكليف مارتي لكم، فأنتم حلوا على راحتكم، هذا يجوز نجيب لكم إياه بالامتحان. إذا يعني إذا طبقناه بين قوسين. يعني لاحظوا الآن الأريا، الأريا طلاب لاحظوا وياي يعني. الأريا كيف راح يكون عندي الأريا بالجرينز ثيورم؟ ايضا نقدر نوجد الجدول وقد بدي اعش. لاحظوا الاريا بالجرينز ثيورم نقدر ايضا من خلال تطبيقات. طبعا لاحظوا الطلاب اكو شغله مهمه كلش، وهو انه هاي مرهنات التكامل شو الفائده من عندها بالفيزياء؟ الجرين والدايفيرج والستوك، شو الفائده من عندها هاي ثلاثتهن؟ ثلاثتهن راح تستخدموها بالكهرومغناطيسيه بالرابع. بالرابع اكو ماده اسمها الكهرومغناطيسيه، سواء كان بالكورس الاول او الثاني ما اعرف، راح تاخذون معادلات ماكسويل. معادلات ماكسويل الاربعه اللي حصل بها جائزه نوبل هي اجتني من هاي. يعني معادله مال فاراداي، فاراداي رجل عملي، فمن اشتغل على معادلات يعني الكهربائيه مثلا، المعادله مال فاراداي بالالكترومغنتيك فورس القوه الدافعه الكهربائيه، شاف الالكترومغنتيك فورس يساوينا التغير ناقص التغير بالفيلد المغناطيسي لوحده الزمن. ربط يعني ما قدر يربط بين المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي، ما قدر يربط بيناتهم لان الباك جراوند الرياضي مالك كان ضعيف فاراداي. ايضا كان عندك اورستيد، اورستيد شاف اكو علاقه بين المجال المغناطيسي وبين التيار الكهربائي، لما كان عنده سلك يمر به تيار كهربائي، وصدفه كان عنده بوصله مغناطيسيه يم الدائره، شاف التيار لما يمر بالدائره الكهربائيه البوصله مالت المغناطيس تتحرك، فقال هذا التيار الكهربائي شو ولد مجال مغناطيسي تفاعل بين المجال تفاعل بين المغناطيس مالت البوصله، بس ما قدروا يربطون بين المجال المغناطيسي والكهربائي. اجى الباكسويل اللي هو كان عنده باك جراوند رياضي كلش قوي، وكان يعرف شنو الجرين شنو الستوك شنو الدايفيرج، هاي المبرهنات مالت التكامل الثلاثه، فقدر يربط بين معادلات فاراداي ومعادلات معادلات مال 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 اورستيد يعني من خلال القوه الدافعه الكهربائيه اللي تساوي ناقص التغير بالفيض المغناطيسي لوحده الزمن، سوا بما سوا بالتكامل على مسار مغلق المجال الكهربائي دوت الدي ار. ايضا قانون اذا سامعين قانون امبير اللي هو يتعلق بالحركه على دائره معينه، الدائره معينه تكامل مغلق المجال المغناطيسي دوت الدي ار شو يعطينا؟ النيو نوت مضروب التيار الكهربائي اللي يمر بالدائره. المهم يعني قدروا يربطون بين هاي من خلال هاي المبرهنات مالت التكامل. الان وحده من التطبيقات ايضا مال المبرهنه مالت الجرين ايجاد المساحه. شلون نقدر نوجد المساحه بالجرين ثيورم؟ كيف نقدر نوجد المساحه بالمبرهنه مالت الجرين؟ من خلال الاتي. لاحظوا انا اعرف المعادله مالتي هي هاي. هي هاي المعادله مالت الجرين. وينكم؟ نجي وين عفوا نرجع لل هذا لاحظوا الان انا عندي هاي مبرهنه مالت الجرين هو هذا الفور مالته واعطيكم اياها من الامتحان او انتم يعني اذا امتحان حضوري يعني معطى، اذا امتحان الكتروني ماكو داعي اعطيكم اياها هو ملزمه قدامكم. فلاحظوا هذا التكامل الخطي وهذا التكامل على ريجن، كيف اذا نربط من الجرين نطلع مساحه؟ لاحظوا عندي دي اكس دي واي، الدي اكس الدي واي هو يمثل عندي مساحه ترى، بس لازم اخلص من هاي هذا القوس، هذا اخلص من عنده اعتبره واحد. كيف اقدر اعتبره واحد؟ هذا الطرف الايمن اللي هو الريجن. لاحظوا اذا اعتبرت الام زيرو، اذا اعتبرت الام اللي هو تشوفون امامكم بالصفحه، اذا اعتبرت الام صفر المشتقه الجزئيه مالت الصفر بالنسبه للواي هو زيرو، هذا الحد راح يصير كله صفر كله يصفر. الان اذا اعتبرت الكابيتال ان هو اكس، اذا اعتبرت الكابيتال ان اكس فيصير دي اكس على دي اكس ينطيني واحد، فواحد ناقص صفر واحد ناقص صفر واحد، واحد في دي اكس دي واي ينطيني مساحه، ينطيني مساحه. هذا
طريق أدى العصا بمساحة. الطريق الآخر حتى أيضا أستنتج به المساحة بالعكس الآن. راح أعتبر الآن الآن الكابيتال إم مو زيرو، راح أعتبر الكابيتال إم ناقص واي، هاي الحالة الثانية. راح أعتبر الكابيتال إم وناقصا واي. المشتقة مالت الجزئية مالت ناقصا واي على واي يعطيني ناقص واحد، ناقص واحد في هذا الناقص يعطيني موجب واحد، فزائدا واحد راح يعطيني. ولازم واذا اعتبرت الام يساوي صفر بالعكس ما اعتبر الام يساوي زيرو، اعتبر الام يساوي ناقصا واي، وراح اعتبر الام العفو هو زيرو، وراح يصير عندي دي زيرو على دي اكس هو زيرو زائدا واحد واحد. اجمع الناتجين راح يعطيني 2 اي. يعني بما معناه بما معناه اذا اعتبر الحاله الاولى اللي هي ام يساوي زيرو والان كابيتال ان يساوي لنا اكس، احصل على هاي المعادله اللي هي 81 اللي تشوفوها امامكم اللي هو تكامل مغلق الاكس دي واي. لاحظوا لما اعوض الام صفر، ام لما اعوضه صفر والان اعوضه اكس راح يصير عندي اكس دي واي اللي هو هذا اكس دي واي اكس دي واي، وهذا الحد ام صفر ام في دي اكس صفر في دي اكس صفر. وبالتالي هاي المعادله اللي فوق مال جرين تتحول الى الصيغه 81. الان بالعكس اذا الان اعتبر الكابيتال ان هي زيرو راح يصير عندي الزيرو في دي واي يعطيني هذا الحد كله زيرو من قاعد. اذا هذا اعتبرته هو ناقصا واي راح يصير عندي الام ناقص واي راح يصير عندي ناقص واي في دي اكس يصير ناقصا واي دي اكس، راح يصير عندي تكامل على مسار مغلق ناقصا واي دي اكس يساوينا تكامل على ريجن دي اكس دي واي. اقصد هاي المعادله رقم 1 2 8. اجمع المعادلتين بجمع المعادله الفوق ال 81، خلينا انزل شويه، بجمع المعادله 81 81 ويا الواحد 81 اذا اجمعهم لاحظوا هذا الطرف الايمن من هذا المعادله هو نفس الطرف الايمن من هاي المعادله ال 81 لما اجمعهم يطلع يعطيني 2 تكامل على الريجن اللي هو مساحه، بينما هذا من اجمع الطرف الايسر راح يصير عندي اطلع التكامل الخطي عامل مشترك بس راح يصير عندي راح يصير عندي اكس دي واي ناقصا واي دي اكس يساوي لنا 2 دي اي. التكامل المغلق x دي واي ناقصا واي دي اكس راح يساوي 2 اي، انا ادي الاي ما ادي 2 اي، احول 2 الطرف الاخر راح يصير عندي الاي يساوينا. هذا معادله مهمه. الان تشوفون من وراء انتجرين نقدر نوجد مساحه، مساحه تقاطع كيرفين، مساحه دائره، مساحه قطع مكافئ، قطع ناقص، شكل بيضه اللي هو قطع ناقص، يعني هاي الامور كلها نقدر نوجدها من خلال جرين لما نسوي هذا التحوير لايجاد المساحه. هنا السؤال حتى نترجم هذا الكلام الى سؤال، هنا السؤال السابع يقول اوجد find the area of the circle of radius a using Green's theorem، يعني اوجد مساحه الدائره circle يعني دائره بنصف قطر ذو نصف قطر، يعني find the area of the circle of radius يعني اوجد مساحه الكره ذو نصف القطر اي باستخدام مبرهنت جرين. انا بالهنت اعطيكم مثلا او ما اعطيكم اياه هذا التكامل الاي يساوي نصف تكامل مغلق الاكس دي واي ناقصا واي دي اكس. الجواب هذا الشكل اللي تشوفونه امامكم هو هذا الدائره، هذا الدائره نصف القطر مالته كاب سمول اي، طبعا راح يكون لي زاويه ويا محور الاكس هو الثيتا. طبعا ما يفيد انه اشتغل بالاحداثيات مالت الاكس والواي، لازم احول الاحداثيات البولر. البولر تلاحظون انه الاي انه الار يعني النقطة هاي هنا راح اسميها ار، الار راح تتحلل الار كفكتر راح يساوينا الار فكتر يساوينا اكس الاي زائد الواي جي، الاكس هو عبارة عن الاي كوساين الثيتا، الواي راح يكون عندي اي ساين الثيتا اللي تشوفونه امامكم هنا. إذا اعتبرنا الاكس هو اي كوساين الثيتا انتم تعرفون طلاب المساحة مالت الدائرة، مساحة مالت الدائرة شنو هو باي ار تربيع. بما انه الار مطينيه هو اي سمول اي تشوفونه امامكم يعني بما معناه هو باي اي تربيع، فالباي اي تربيع راح نشوفه رياضيا من جرين هل يعطينا هم باي اي تربيع حتى نعرف مرنت جرين صحيحه غلط. فهنا الاكس راح يساوينا اي كوساين الثيتا، افاضل الطرفين ليش افاضل؟ لان انا بالقانون مالت المساحه اكو دي اكس، فاذا انا اوجدت اذا اكس هو يساوينا اي كوساين الثيتا لازم اطلع دي اكس ايضا، فافاضل الطرفين الكوساين التفاضل مالته هو مشتقه مضروب في دي ثيتا، فالمشتقه مالت الكوساين هو ناقصا ساين فناقصا اي ساين ثيتا دي ثيتا. الواي ايضا دا يكون عندي اي ساين ثيتا لما افاضل راح يصير عندي اي كوساين ثيتا دي ثيتا. اعوض بدال الاكس وبدال الواي وبدال الدي اكس وبدال الدي واي بما يساويهن بالمعادلات الواحد 84 الواحد 85 بالمعادله الموجوده بالهنت
او معادله 1.83 معادله رئيسيه مالت الايجاد المساحه من خلال عباره عن انتجرين. فايش راح يصير عندي؟ راح يكون عندي الاتي، راح يكون عندي الاي شي يساوينا، بما انه الاي يساوينا اذا الاكس دي واي يساوينا، بدال الاكس راح اعوض اي كوسين الثيتا بدال الدي واي اللي هو اي كوسين الثيتا دي ثيتا دي واي بدال الدي دي اكس اي كوسين الثيتا دي ثيتا اللي هو هذا بدال الدي واي ناقصا هذا الناقص ناقص اللي هو هذا الناقص مالت القانون الواي اللي هو الاي اي ساين الثيتا مضروب في دي اكس اللي هو هذا الدي اكس اللي الان اوجدناه ناقصا اي ساين الثيتا دي ثيتا ناقصا اي ساين الثيتا دي ثيتا. عملية رياضية بسيطة الان لاحظوا اي الاي لاحظوا الان الاي الاي في هذا الاي الموجود هنا يعطيني اي تربيع كوساين الثيتا مضروب في كوساين الثيتا يعطيني كوساين تربيع الثيتا فيصير عندي اي تربيع كوساين تربيع الثيتا وهنا راح يعطيني ناقص في ناقص موجب راح يعطيني اي تربيع ساين تربيع الثيتا. تعرفون بالرياضيات الكوساين تربيع الثيتا زائد ساين تربيع الثيتا هو واحد وبالتالي يبقى لي بس من حدود التكامل طبعا هذا النصف موجود يعني اي تربيع على 2 وهذا واحد راح يكون عند تكامل من صفر الى 2 باي. ليش من صفر الى 2 باي؟ لان دا اتحرك من الدائره دا اتحرك من هذا المكان منه واتحرك وارجع الى نفس المكان الى نفس النقطه اللي هي الاوريجن اللي هو النقطه 0 اللي هي النقطه 1 0 او الاي 0 العفو الاي 0 هاي النقطه اللي هنا صايره هي اي 0 هو الاي 0 لانه هنا الزاويه راح تكون صفر. فبما انه الاكس يساوينا اي كوسين ثيتا، ثيتا اذا صفر راح يصير كوسين صفر واحد فراح يعطيني اي زيرو. فالتكامل عندي من الصفر الى 2 باي الثيتا دي ثيتا تكامل سهل. يعني هسه الان هذا واحد يبقى التكامل دي ثيتا، دي ثيتا تكامل هو ثيتا. وبالتالي اعوض من الصفر الى 2 باي صفر ما اقدر اعوضه لما اعوض بالبدايه اولا اعوض 2 باي يعطيني 2 باي مضروب في اي تربيع على 2 2 باي 2 مالت 2 باي راح يروح ويا 2 بالمقام يبقى لي فقط الباي فيعطيني باي اي تربيع. اذا المساحه مالت المساحه مالت الدائره هو باي اي تربيع. تلاحظون يعني المتعارف عليه انه المساحه مالت السيركل هو يساوينا الباي اي تربيع بالجرين ايضا شوف ما يساوينا الباي اي تربيع. هذا هوم ورك بس ما طالبكم به هذا هوم ورك. اوجد المساحه مالت الالبس، الالبس يعني شكل بيضوي، شكل بيضوي اللي يخضع لهي العلاقه مالت القطع الناقص ويساوي وذ راديوس اكس يساوي اي كوساين الثيتا والبي دي يكون مساوي الى البي ساين الثيتا والتكامل ايضا من الصفر بالنسبه للثيتا من الصفر الى 2 باي باستخدام بارها انتجرين. انا راح اعطيكم بعدين سؤال اخر يعني اشرح لكم يعني اشرح نهايه المحاضره. الان طلاب نجي ندخل الى موضوع اخر. الموضوع اللي هو المبرهنه مالت مبرهنه التباعد لقاوس حسب العالم يعني نسبه لقاوس احيانا يسمى يعني هي مبرهنه التباعد احيانا تسمى مبرهنه قاوس قاوسز ثيورم يعني هي دايفرجنس ثيورم قاوسز ثيورم لغه الفيزياء ولغه الهندسه الجماعه بالهندسه وبالفيزياء احنا بالفيزياء ايضا نقدر نسميه الفلاكس فلاكس فلاكس دنسيتي اوف فيكتور فيلد اوف ذا فيكتور فيلد يعني معناه كثافه المجال علما اللي في المجال قوه معين مجال متجه معين. كيف يقرا؟ يقرا انه النورمال النورمال سيرفس انتجرال لسيرفس معين هو راح ينربط ويا من؟ لسطح مغلق طبعا. طبعا هذا بالمناسبه نظريه التباعد مال جاوس نظريه التباعد لجاوس تطبق فقط على الاجسام المغلقه جسم مغلق يعني جسم مغلق على نفسه يعني شنو جسم مغلق؟ كلوزد سيرفس كلوزد سيرفس يعني مثلا طلاب نجي ناخذ كره هاي الكره هاي الكره المساحه السطحيه مالت الكره المساحه السطحيه مالت الكره هو انا هسه راح اصير سحار بعد مثل هاي السحر مال الكره مال السحره فعندي مساحه سطحيه مالت الكره هو 4 باي ار تربيع 4 باي ار تربيع مساحه سطحيه للكره حجم الكره 4 على 3 باي ار تكعيب يعني هذا سطح مغلق ليش؟ سطح مغلق وديح داخله حجم او بشكل مكعب مثلا مكعب الا مساحه سطحيه جاي من جمع حاصل جمع الوجوه السته مالت المكعب لكن ايضا مكعب به حجم داخل حجم اللي هو الاي تكعيب طول في العرض في الارتفاع. فهنا يقول المباحث مالت التباعد مال جاوس مالت التباعد الجاوس تقول انه التكامل السطحي المركبه
يعني النورمال سيرفيس انتجرال، التكامل السطح العمودي لفيلد معين لسطح مغلق راح يساوي لنا الفوليوم انتجرال التكامل الحجمي للدايفيرج مالت الفيلد مالتي اللي هو اللي تشوفونه امامكم. فالنورمال سيرفيس انتجرال يعني التكامل السطحي العمودي لفكتور فيلد يعني اي اوفر باوندري اوف كلوز ريجن، سطح المنطقه هو المفروض كلوز ريجن يعني معناتها سطح مغلق، از ايكوال تو فوليوم انتجرال مساوي الى التكامل الحجمي اما للدايفيرج مالت الاي تيكن ثرو اوت ذا ريجن، المأخوذه من خلال الريجن المنطقه اي اي بما معناه. هذا التعريف ايضا مهم لان يقول لك السيرفس انتجرال او ذا نورمال كومبوننت اوف فيكتور اي يعني التكامل السطحي للمركبه العموديه مالت الاي. هذا تعريف ثاني فالتكامل السطحي للمركبه العموديه للفكتور فيلد اي المعطى ل تيكن اوفر كلوز سيرفيس المأخوذه لسطح مغلق is equal to the integral وهو مساوي الى التكامل للدايفرجنس مالت الـ A taken over the volume enclosed by the surface يعني مأخوذ الحجم المحاط ان انا enclosed يعني المحاطه الـ enclosed يعني المحاط للحجم المحاط بالسيرفيس هذا بما معناه IE in other words بما معناه هذا الفون سيد الوقت الثلاث. لاحظوا هذا التكامل راح يكون عندي التكامل طبعا هو المبرهن مال تلسكوب من تعريف هسه اللي قريناه عفوا اسف مبرهن التباعد لقاوس يربط بين التكامل الحجمي السطحي ويا التكامل الحجمي. طبعا هذا هنا شو ينقري حتى تقولون لغه الرياضيات كيف ينقري؟ ينقري السيرفس انتجرال موجبات هذا السيرفس انتجرال of the normal component of A, the field A is equal to the volume integral of the divergence of A. Divergence مال A. هذا الشكل البيضاوي، هذا أيضا شكل بيضاوي مغلق. الشكل البيضاوي هو شكل بيضاوي هو عبارة عن مساحة سطحية كابيتال S اللي هو هذا الكابيتال S هنا داخل يحوي على حجم، عنصر الحجم داخل هذا السطح، هذا السطح راح يكون dx dy dz اللي هو dv. العمود على هذا السطح هو النورمال السمول ان اذا تشوفون امامكم اذا ناخذ الشريحه مربعه على هذا السطح هاي الشريحه المربعه مساحتها السطحيه راح تكون دي اس الكليه راح تكون اس. كيف اذا ترجم هذا الحكي الى مسائل هاي المعادله المعطاه فوق تربط بين التكامل السطحي والتكامل على ريجن معين تعرفون لاحظوا هنا السؤال الاول بالنظريه التباعد لقاوس يقول ايفالويت احسب التكامل السطحي A dot ال N دي اس وير ال A معطى بهذا الفيلد اللي تشوفونه امامكم and S is the surface of the region وال S هو السطح مالت المنطقه مالت الكيوبويد كيوبويد يعني مصغر كانه كيوبويد يعني مصغر مال مكعب كعيب مثل واحد يقول كعيب او المهم باوندد باي اللي المقيده به او المحاطه به اكس من الصفر لاحظوا اكس يتغير من الصفر الى واحد الواي يتغير من الصفر الى ثلاثه والواي كله بشكل مستطيل والواي والزد يتغير من الصفر الى من الصفر الى اثنين. لاحظوا اذا انا اجي هذا المكعب هذا الكيوب وهذا الكيوبويد كيوبويد يعني كانه مستطيل شكل بس مو منتظم شكل ابعاده مو منتظم لان اذا تشوفون الاكس بالسؤال يقول الاكس يتغير من الصفر الى واحد المحور مالت الاكس هذا يتغير من الصفر الى واحد الواي يتغير من الصفر الى ثلاثه بينما الزد راح يتغير من الصفر الى اثنين الفوق. المهم طلاب لاحظوا تتذكرون بالكورس الاول لما اشتغلنا التكامل السطحي المكعب دوخنا كان به ست اوجه فست تكاملات اشتغلنا على المكعب تكامل سطحي لما اشتغلنا تكامل سطحي ست اوجه ثلاث اوجه كانت تصفر يعني هي صارت على الاوريجن جهه الاوريجن وثلاث تكاملات ثلاث اسطح اخرى لان المكعب ست اوجه ثلاثه صفرا وثلاثه كان لها كونتريبيوشن لها قيم. بعدين ناتج التكامل السطحي للمركبه العموديه على السطوح مالت المكعب جايه من حاصل جمع التكامل السطحي لكل وجه على حده عمليه وترى متعبه لكن نظريه التباعد لقاوس تختزل علينا الشغل
تختزل عني الشغل لما اجي اشتغل على الجانب الايمن هذا، الجانب الايمن اللي هو الدايفيرج مالت الاي، فهو الاي بالسؤال معطينا اياه هو هذا الدايفيرج معطى بس الفيلد معطى، اذا اخذنا الدايفيرج اذا اخذنا التباعد الدوت هذا المقدار كله واكامل على الحجم السؤال ينحل بخطوه واحده بس، ينحل بخطوه واحده بدل ما نشتغل على هذا السيرفس والسيرفس اجزئه اسوي اس 1 زائد ان تكامل اس 2 زائد ان تكامل اس 3 زائد ان اس 4 زائد ان اس 5 اند فاينلي اس 6 يعني ست اوجه لازم اجي اجمعهم، عمليه متعبه. هنا لا راح اشتغل بس على الجانب الايمن واعتبر هو هذا، يعني هو السؤال هو ايش قايل؟ هو اوجه التكامل السطحي بس انا ايش راح اسوي؟ ما اشتغل السطحي ست اوجه اشتغله من الطرف الايمن. فهنا ايش راح نسوي؟ ناخذ الدايفيرج مالت الاي، نعرف الدايفيرج هو شو يسمونه الدايفيرج الدل، الدل يساوي اي دي على دي اكس زائد جي دي على دي واي زائد كي دي على دي زد، الدوت يبقى كما هو الدوت، والفكتور فيلد الاي هو معطى بالسؤال اللي هو هذا اكس تربيع الاي زائد الزد جي زائد واي الكي اللي هو هذا. وبالتالي لما اخذ الدايفرج من هاي المعادله راح يصير دي على دي اكس الاي الاكس تربيع زائد دي على دي واي الزد زائد دي على دي زد الواي اللي هو هذه المعادله. لما اشتق بالنسبه اشتق بالنسبه للاكس تربيع بيعطيني 2 اكس، هذا اشتق الزد بالنسبه للواي ما يعتمد زيرو لانه هذا زد، واذا اشتق بالنسبه للواي هنا انا واي، اذا اشتق بالنسبه للزد ايضا زيرو، فهذا الحدين يصفرن، الحدين هذين يصفرن، فالدايفيرج مالت الاي راح يكون عندي بس فقط مساوي الى 2 اكس، فقط الى 2 اكس. لما اجي اكامل الطلاب تكامل جدا سهل، لما اكامل بالفوليوم الفوليوم الاكس يتغير من الصفر الى واحد حسب السؤال، الواي ايضا من الزيرو الى ثلاثة، وايضا الزد يتغير من الصفر الى اثنين، وعوض الدايفيرج مالت الاي اللي هو 2 اكس، وعندي عنصر الحجم بالاحداثيات الكارتيزيه هو دي اكس دي واي دي زد، بس انا راح اشتغل دي زد اول مره بعدين ثم دي واي ثم دي زد الاكس، كيف تريدون يعني تعكسون اللي يناسب اللي يعجبكم. لاحظ لما اكامل بالنسبه للزد هنا انا ما عندي زد بالدايفيرج مالت الاي ما عندي زد، فالتكامل مالت الدي زد وينطيني زد وينطيني زد، التكامل مالت الزد منين؟ من الصفر الى اثنين، فبالتالي التكامل مالته فقط اثنين، اثنين في اثنين اربعه اللي هو هذا. الان كان بالنسبه للواي، الواي ايضا ما عندي واي، ايضا ما عندي الواي الله يرحمه ابو علاء، فايضا ما عندي ما عندي واي، فتكامل مالت تكامل مالت الواي راح دي واي ينطينا واي، ينطينا فقط الواي، والحدود مالت التكامل لا حول ولا قوه الا بالله، فتكامل مالت الواي تكون من الصفر الى ثلاثه، من الصفر الى ثلاثه الله يحفظ الجميع ان شاء الله. فتكامل على الواي راح يكون من الصفر الى يعني من الصفر الى ثلاثه تعرفون، فالثلاثة راح يكون عندي 3 في 4 يكون عندي 12، يبقى لي اخر حد التكامل على الاكس، الاكس هو التكامل اكس تربيع على 2، فاكس تربيع على 2 يصير عندي 12 تقسيم 2 هو 6، وعوض 1 يعطيني تكامل 6. اذا تكامل على السيرفس، التكامل على السيرفس يعطيني 6، واذا اشتغل على السيرفس هم يعطيني 6، اذا يعطيني 6 الى 6 اوجه تكامل جزئته الى ستة اوجه، فثلاث تكاملات ثلاث اوجه المساهمه مالتها يكون زيرو، اما الثلاثه راح يكون بالشكل اللي ينطينا بحيث لما اجمعها ينطيني سته. سؤال اخر راح ناخذ، السؤال اخر احنا يا صفحه هسه الان ب 12 احنا نتوقف. سؤال اخر، السؤال الاخر لاحظوا وياي ايفالويت، ايضا احسب التكامل السيرفس المن وير الاي يساوينا كذا الاكس اي زائد 2 جي زائد زد تربيع الكي اند الاس از ذا سيرفيس اوف ذا ريجن باوندد باي، حيث انه الاس هو سطح المنطقه، هو سطح المنطقه، سطح المنطقه المحصوره او المقيده بزد يساوي 0 الى زد يساوي 4 والاكس يساوي 0 والواي يساوي 0، يعني اكس يساوي 0 واي يساوي 0 كانه هو الاوريجن مالتي الاوريجن، والزد يتغير من صفر الى اربعه، بس عندي هنا السطح راح يكون عندي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوينا اربعه، يعني ما معناه السطح مالت الاكس والواي اللي هو الاسفل سطح اللي ودائره دائره، لاحظوا يعني هنا عندي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي اربعه،
الاكس تربيع زائد الواي تربيع يساوي لي 4، معناته معادله دائره اللي صايره على المستوي الارضي، المستوي الاكس والواي. بس يقول عندي بما انه الارضي محصور مقيد بهاي المعادله مالت الدائره، بس الزد يتغير من صفر الى 4. حسب السؤال الزد يتغير من صفر الى 4، من صفر الى 4 معناته راح يكون عندي مستطيل، معناته راح يكون عندي مستطيل معادله الدائره بالاسفل والزد يتغير من صفر الى 4. والرسم اعطيكم اياه بالامتحان. ان ذا فيرست اوكتانت، الثمن الاول، الثمن الاول البوزيتيف. خلينا على مساله بالكورس الاول يشبهها، ومعطيكم هنت مالت الحدود مالت الحل اللي يفيد بالتكامل. ايش راح اسوي الطلاب الان؟ الان بس مجرد يعني هو هذا الشكل اللي تشوفونه امامكم، عندي هذا محور الاكس، هذا محور الواي، الاكس يتغير من الصفر الى اثنين، وايضا دي يكون عندي ناقص اثنين بالطرف ذاك، يعني هذا الثمن الاول هو هذا القطعه، هذا الشريح، هاي القطعه مال الكعكه، وكانه كيكه واحد جاي قاطعها بهذا الشكل. هذا الجزء فقط. هذا الجزء فقط هو انا اريد اتكامل به، ما بقيته، بقي التكاملات، بما انه يقول لك الفيرست اوكتاند البوزيتيف، يعني ما معناه عندما في السؤال. من عنده سؤال؟ بعد ايش قد المحاضره؟ محاضره 12. دكتور بس انا بالشغل وتليفوني راح يطفى. انتم هذا عرس مال اطفاء مال الموبايلات، انا راح اسميه هذا. من هو اللي دا يتكلم وياي؟ منو؟ عباس. انا عبد المهيمن. عبد المهيمن، عبد المهيمن تدلل، احنا ما نملك الا انه، فعندنا شهد حسن عبد الكريم عبد الامير، ثم عندنا عبد المهيمن منو؟ عبد المهيمن عبد المطلب. عبد المهيمن عبد المطلب، ها هي. بدور هلا مرحبا، هلا كل التوفيق. فنرجع طلاب، نرجع هنا يقول بالفيرست، هنا احنا تقريبا 11 ونص. هنا لاحظوا لما يقول بالثمن الاول، يعني لما اجي اصفر الواي اصفر حتى اطلع حدود تكامل مالت الاكس، الاكس منين يتغير حدود التكامل مالته؟ فلما اجي اشوف الحدود التكامل مالت الاكس اصفر الواي راح يصير عندي الاكس تربيع شو يساوي لنا؟ 4. يعني الاكس ايش راح يساوي لنا؟ جذر الاربعه هو زائد ناقصا 2، اهمل ناقصا 2، ناقصا 2 يعني القطعه اللي تكون بالسالب، لانه الفوق عندي 4 قطع، لما عندي قطعه كيك واجي اقسمها 4 قطع، اجي اقسمها 4 قطع، هو يريد القطعه الموجبه، القطعه اللي وراء سالبه، القطعه اللي ذاك هي كلها سالب، القطعه اللي هنا أنا واحد اكس سالب الواي دي يكون عندي موجب، الواي سالب العفو الاكس موجب، وكو 4 جوا بالسالب، 4 قطع جوا، فهنا 8 قطع. هو يقول لي بس القطعه الموجبه الفيرست اوكتان البوزيتيف دي يكون، فاهمل الاكس يساوي ماينس 2، اخذ فقط الاكس يساوي 2. هذا نفسه بالنسبه للواي، لما اجي اطلع الواي تربيع، لما اجي اطلع الواي تربيع ويساوي 4 ناقصا اكس تربيع، اذا الواي يساوي زائد الناقص تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع، احمل الواي يساوي ماينس، احمل الواي يساوي ماينس، ما احتاجه. اللي هو هذا الرسم معبر عنه. انا بالامتحان لما اجي لكم هذا الرسم ومحدد لكم هاي القطعه اللي اريدها اللي هو ربع القطعه، ربع القطعه، اكو ربع على ذاك الطرف، ربع مقابله، وربع على هذا الجانب، يصير 4 قطع فوق و4 قطع لي جوا بالاسفل بالسالب. عموما لما اجي اكامل اوجد، طبعا هذا الطلاب لما اشتغلتوا بالمحاضره بالكورس الاول، بالكورس الاول سويتوا هذا السيرفيس، سقطتوه على الاثنين مالت الاكس والزد وكاملتوا، كان عمليه مربكه لكم، مربكه لكم. هسه نجي نشوف الدايفيرج يختزل علينا الشغل. هو يريد التكامل مالت السيرفيس، انا ايش راح اسوي؟ راح اسوي لوفه، اشتغل على الفوليوم. الفوليوم ايش راح يقول؟ دايفرج مالت الاي، اي معطى بالسؤال الاي. الاي معطى بالسؤال اللي هو الاكس اي زائد 2 جي زائد زد تربيع الكي. فبالتالي لما اجي اخذ الدايفرج مالت الاي، هو هذا الدايفرج قانون مالته معلوم. الناتج مالته راح يكون عندي الدي على دي اكس، راح اقول اي دوت الاي هو واحد، لكن الاي دوت جي والكي هو زيرو، فبالتالي الدي على دي اكس فقط راح يشتغل على الحد الاول، فدي على دي اكس مشتقه الاكس والاكس مشتقه مالته واحد. اجي هنا الدي على دي واي يدخل فقط على الحد الثاني، لانه جي دوت جي هو واحد، بينما جي دوت البقيه الاي والكي زيرو، فراح يصير عندي دي على دي واي مشتقه الاثنين هو صفر، لان الاثنين هو ثابت، فالتكامل الثاني زيرو. التكامل الثالث لاحظوا دي على دي زد، الزد تربيع، الزد تربيع مشتقه مالته 2 زد، وبالتالي اللي راح يصفى لي 1 ناقصا 2 زد، 1 ناقص 2 زد اللي هو دايفرج مالت الاي، 1 ناقص 1 زائد العفو.
واحد زائد، لأنه هنا هذا إشارته موجبة، فواحد زائد اثنين زد اللي هو هذا تشوفونه أمامكم. أكامل الآن تكامل عادي ما في شيء. أجي أشوف الإكس منين دي يتغير والواي، لما أجي أطلع الحدود مالت الإكس لازم أصفر الواي. هاي تعرفونه، إحنا قايل لكم لما نشتغل على بلين بي إكس وواي حتى أطلع الحدود مالت التكامل مالت الإكس لازم أصفر الواي وأشوف الإكس شلون دي يتغير، فراح يصير عندي إكس تربيع يساوينا 4، إذا الإكس يساوينا زائد ناقص 2، the root is cancelled. The root is cancelled because we are working on the positive version of time. The minus root. أنا ما كاتب هاي صححوا بالملزمة. كتبوا the minus root. The minus root يعني الجذر السالب يهمل لأنه إحنا جاي نشتغل working on the positive version of time. First of time يعني نشتغل على ربع الثمن الأول الموجب. إذا x راح يكون متغير من الصفر إلى 2. الواي ما صفر كل شيء الواي، كل شيء ما أصفر. فراح يكون عندي الواي تربيع يساوينا 4 ناقصا اكس تربيع، لكن راح الماينس ايضا هنا الماينس روت لازم اصفره. كنترول يعني كنترول بي ماينس روت راح اهم لانه عندي اشتغل على الموجب، فايضا الواي راح يتغير من الصفر الى الموجب. بينما والزت هو مطينا بالسؤال، الزت معطى بالسؤال. فين نتحرك على هذا الجانب؟ الزت معطى بالسؤال، كاتب الزت يتغير بالسؤال، معطى انه الزد يتغير من زد يساوي صفر الى زد يساوي 4، زد من الصفر الى 4. شو ترتب عليه هذا؟ ترتب عليه لما اجي اكامل التكامل الدايفيرج، لاحظوا الدايفيرج مالت الاي، الدايفيرج مالت الاي الان ثبت عندي هو 1 زائد 2 زد، اللي هو هذا 1 زائد 2 زد. الزد انطينا بالسؤال هو مطين رقم قال من صفر الى 4. الاكس الان اوجدناه لما صفرنا الواي معادله مالت الدائره اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 4، حملنا الجذر السالب اخذنا الجذر الموجب، فما قلنا من ناقص 2 الى 2، من الصفر الى 2. الواي ما كملناه، ما صفرنا كل شيء، قلنا اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4، قلنا الواي تربيع شو يساوي 4 ناقص اكس تربيع، اذا الواي شو يساوي زائد ناقص تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع، وهملنا السالب. لان دا اشتغل على الجزء الموجب، السؤال هو السؤال حذر، قول كونوا حذرين به، لان السؤال اللي بعده ما كاتب هذا الشيء، السؤال اللي بعده ما قايل اهمل لي اشتغل على الثمن الموجب، قال اشتغل على اسطوانه كامله. فهنا أنا راح يكون عندي من الصفر الى 4 ناقصا اكس تربيع تحت الجذر، لما اجي اكامل العنصر الحجم تعرفون دي زد دي واي دي اكس، اكامل بالنسبه للزد هذا راح يكون عندي زد، هذا راح يكون عندي زد تربيع على 2 و2 ويا 2 راح يروح يبقى لي هذا. لما اكامل 4 عوض ال 4 هنا 4 زائدا 4 تربيع 16، ف 16 زائدا 4 20، اقدر اطلع خارج التكامل ال 20. اجي اكامل بالنسبه للواي، واي ما موجوده فالتكامل مالته فقط واي، الحدود مالته من الصفر الى جذر 4 ناقص اكس تربيع، فينطيني هذا اللي تشوفونه امامكم. اعوض حدود تكامل، ما اقدر اعوض الزيرو، ماكو داعي اعوض الزيرو، اعوض راسا 4 جذر 4 ناقص اكس تربيع بدال هذا الواي، فطلع لي هذا التكامل اللي تشوفونه امامكم. اللي هو ال 20 اللي هو ال 20 الاكس من الصفر الى 2 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع دي اكس. لما اجي اكامل هذا التكامل طلع شوي به صعوبه، لكن انا معطيكم بالهند، بالهند كاتب لكم بما انه تكامل جذر اي اكس تربيع زائد السي دي اكس يساوينا اكس على 2 ويساوينا كذا. المفروض اضيف سي حتى التكامل، اضيف شيء اللي هو انه تكامل غير محدد. لكن طلاب لاحظوا وياي لما اجي اقارن باي كومباريسن بين هاي المعادله الفوق اللي وصلت لها اخر شيء تكامل الحجم تكامل 20 اكس من الصفر الى 2 جذر، وقارن ويا القالب المعطى بالسؤال، القالب المعطى بالسؤال لاحظوا وياي القالب المعطى بالسؤال الاي اكس تربيع هذا الاي اكس تربيع، اجي ادور وين ما اكو اكس تربيع، لما اجي اقارنه ويا هذا اللي وصلت له عندي هذا الاكس تربيع، لكن انا هنا عندي ماينس اي اكس تربيع، اذا استنتج كانه هنا زائدا، كانه زائدا زائدا افتح قوس هذا صارت عموما نتركه انتم ما في داعي، يعني قصدي شنو قصدي؟ قصدي يعني هذه المعادله اقدر احولها بهاي الصيغه، اكتبها بهاي الصيغه زائدا، يعني بدل ما اكتب 4
بدل ما اكتب 4 ناقص اكس سالبي كتبت لكم هنا ناقص اكس سالبي زائد 4، هو نفس الشيء، نفس ما سويت، بس قدمت واخرت بالحدود حتى اقارن بها هاي المعادله. لما اجي اقارن بها هاي المعادله، لما اجي اقارن بها هاي المعادله لاحظوا وياي اكو جهال بالبيت، فجايين ضيوف، فواحد لما يصير خال يعني بعد هاي لازم. المهم لاحظوا وياي السي اللي هنا، السي اللي هنا راح يقابل لي الثابت اقصد، فزائدا سي هو هذا زائدا 4، اذا السي هو شيء قابل لي سي طلاب؟ من يجاوبني السي شيء قابل لي؟ الأربعة. بالضبط، أحسنت أحسنت. يعني بما معناه هذا السي زائدا سي، لاحظوا أنا بس قلبت المعادلة، يعني كتبت بدل ما أكتب تحت الجدول 4 ناقصا إكس تربيع كتبت ناقصا إكس تربيع زائدا 4 حتى يعني أقارن بها الفورم اللي معطى بالسؤال مال التكامل. فهذا زائدا سي، السي هو ثابت سمول سي، فسمول سي راح يساوي 4. الإكس تربيع هو يقابل نفسه هذا الإكس تربيع، إذا الأي شيء شو يساوي لنا؟ الأي من يجاوبني؟ الأي سالب 1. أحسنتي وأحسنتم وأحسنتم جميعا، أحسنتم جميعا يعني بين قوسين، حتى اللي ما الحاضر غائب والغائب حاضر بين قوسين، يعني سلامي على الحاضر معانا. فبما معناه الأي يساوي لنا ماينس واحد، الأي الأي ماينس واحد، يعني بما معناه هذا قدامي مكتوب على كاتبي. المهم هم ما يخالف، فبما معناه السي يساوي لنا 4 والأي يساوي لنا ماينس واحد، الاي يساوي لنا ماينس واحد. اجي عوضه بالقالب هذا، هذا القالب مال التكامل، لا يربكم شكل هاي المعادله الفظيع، شكله الفظيع المرعب لا يربكم. فانتم هنا ايش راح تسوون؟ تعوضون بدال كل اي ماينس واحد، يعني هذا التكامل كله تعوضون بدال كل اي ماينس واحد، راح يصير عندي ماينس اي ماينس اكس تربيع السي قلنا 4، فماينس اكس تربيع زائد 4 زائد السي هو 4 على 2 الجذر ماينس اي، الاي هو ماينس 1، ماينس 1 في ماينس ينطيني زائد 1، جذر الواحد هو 1، فراح يصير عندي 4 على 2، 4 على 2 هو 2، فهذا الحد كله 2. اجي هذا الحد الاي هو ماينس 1، ماينس 1 في ماينس ينطيني موجب 1، موجب 1 على 4 يعني جذر 1 على 4، جذر 1 على 4 هو نص مضروب في اكس، واحمل ايضا الجذر السالب لانه يعني عندي اشتغل على موجب. هذا الحد كله طلع لي يعني ماينس اكس تربيع زائد 4، يعني بما معناه بما معناه التكامل، التكامل مالت الماينس اكس تربيع زائد 4 تكامله هو شيء يعطيني اكس على 2 تحت الجذر ناقصا اكس تربيع زائد 4 زائد 4 على بس مجرد اعوض، اعوض بالطرف الايمن اللي هو هذا، اعوض ناقصا اي مضروب في اكس تربيع ناقصا 1 في ناقص ناقص واحد هنا بالمقام في ناقص اللي هو هذا اللي انا ضل لكم اياه. الان يختصر الى الصيغه اللي تشوفوها امامكم. فاربعه على تحت الجذر، جذر هذا كله يعني محسوم، هذا الحد كله، هذا الحد كله ينزل كما هو اللي هو هذا هنا. بس مجرد قدمت واخرت الاربعه موجب خليتها بالبدايه، والناقص اكس تربيع خليتها ثاني حد اللي هو هذا. هذا اكس تربيع على 2 اكس على 2 نفسه، هذا بس مجرد غيرت الحدود، قدمت واخذت بالحدود على مود ارجع للفورم الاصلي. هذا كله انحسب عندي الناتج باثنين، هذا الناتج كله مالت الساين هو يعني اكس على 2. اذا هذا التكامل اللي وصلت اخر شيء، اللي وصلنا لاخر شيء هذا، هذا التكامل كله، هذا كله راح اعوض عنه بداله هذا، هذا كله راح اعوض عنه، خلي اضلله اللي راح اعوض عنه هذا بس. هذا كله راح اعوض عنه، يعني بدل هذا التكامل اللي على الطرف الايسر اللي موجود التكامل مالت الفوق اعوض عنه هذا كله، بس لازم اخلي حدود تكامل من الصفر الى 2، الاكس يتغير من صفر الى 2 الاكس. ايوه هذا اللي تشوفونه امامكم. ارجع للمعادله الفوق اللي هي 20، 20 مضروب في 20 مضروب في هذا التكامل، هذا التكامل اللي قلنا يستعاض عنه بهذا كله. حط تكامل من صفر الى 2، بس انا هسه لما اعوض 2 راح اشوف الصفر يعني احتاجه لو لا. صور صفر هو صفر مبين ما راح تحتاجونه، يعني صفر ما بدها تعوضونه، يعني لو صفر في هذا المقدار كله صفر. هنا يعني اذا عوضت صفر ساين الصفر انفيرس هو اهم صفر يعطيني. فلما اعوض 2 لاحظوا التكامل، اذا تكامل الدايفيرج راح ينكتب بصيغه لما اجي اعوض 2، لاحظ لما اجي اعوض 2 بيصير عندي 2 تقسيم 2 1، 2 تربيع 4، 4 ناقص 4 0، هذا الحد كله يصفر، هذا الحد كله صفر.
لما نعوض اثنين هنا بهذا الحد يصير اثنين تقسيم اثنين واحد ساين انفرس الواحد يا زاوية الساين مالته ينطيني واحد التسعين فالتسعين لما اخذ التسعين الساين مالته الباي على اثنين اخذ له ساين ينطيني واحد فساين انفرس يعني مقلوب فراح ينطيني باي على اثنين باي على اثنين مضروب في اثنين ينطيني فقط باي فاقصد هذا الحد الان اعوض زيرو هذا زيرو على اثنين مضروب في أربعة ناقص صفر تربيع هو صح صفر لكن يعني جذر أربعة راح ينضرب في هذا الصفر فيروح أنا عندي صفر انفرس يا زاوية الساين مالته صفر هو صفر صفر إذا أخذ له كوساين واحد إذا أخذ له ساين هو صفر فانطيني هذا لما أعوض حدود تكامل أو مرة أعوض اثنين العشرين مضروب في أفتح قوس كبير طبعا عشرين مضروب قوس كبير اول حد عوض اثنين ناقصا ثم عوض الزيرو لاحظوا هذا الحد كله راح يعطيني يعني اثنين تقسيم اثنين واحد هذا الحد كله صفر انطفت الكهرباء فهذا الحد كله راح يعطيني اثنين في باي في يعني حتى جمد عندي الوورد اي راح يكون عندي اثنين ساين انفيرس طبعا طلعت الاثنين عامل مشترك هذا الاثنين الاثنين منه هذا الاثنين منه هذا الاثنين منه وايضا هذا الاثنين اللي بيجينا من هذا الطرف طلعت عامل مشترك ضرب انضرب في هذا العشرين طلع عندي 40 هذا الحد كله يصفر الاول من الطرفين من هذا الطرف كله يصفر وهذا ايضا راح يصفر منه ما احتاج ما ادوخ راح يصير عندي اثنين ساين اثنين طلعناه ساين الواحد ساين انفرس الواحد راح يكون عندي ناقصا لان هذا الناقص اللي هنا موجود راح يدخل على الحد الاول اللي هو الصفر يدخل على الحد الثاني الموجب يحوله الى سالب يعطيني ساين انفرس الصفر وبالتالي هذا الحد يتصفر من قاعه ساين انفرس الواحد هو باي على اثنين فباي على اثنين في 40 هو يعطيني 20 الباي وجدنا التكامل اللي راد بالسؤال التكامل اللي راد بالسؤال اللي هو يعني بالسؤال اوجد تكامل سطحي وانا ما اريد ادخل بالتكامل السطحي لان اذا ادخل بالتكامل السطحي بالكورس الاول اكو سيرفس انتجريشن واللي كان عندي اسقط مساحه اكو قانون مال مساحه لما قلنا تكامل ال a dot ال n d s شو يساوي لنا راح يكون عندي تكامل على ريجن يتحول من سيرفس الى ريجن نكتب ال a dot ال n بما انه انا اذا سقط على مستوي x وال z راح يصير عندي d x دي زد على مطلق مات ال n دوت j هذا التكامل راح ادخل به يعقدكم انتم راح تضوجون من عنده فتستفادون من المبرهنه مال التباعد التباعد مال جاوس مبرهنه تباعد جاوس الدايفرجنس ثيورم يربط التكامل السطحي ويا التكامل مال الفوليوم فشفتوا هسه بالتكامل مال الفوليوم شويه اسهل المساله شويه تسهل احنا لهنا وصلنا اللي هي صفحة رقم 18 ما أعرف هذا السؤال نقدر ناخذه لو لا الآن 44 أنتم الحضور ده سجلون مو طلاب الحضور الحضور خلي هم أعطيكم الرابط هم من جي الرابط هم أنزل لكم إياه خاف واحد ما شافه أو شيء لازم نحل هذا السؤال الأخير نجمد عندي اللابتوب طلاب وياي نعم دكتور يعني انا مرات الكهربائي النت يفصل مرات احيانا هيك يصير همينة ترى فخلي اقول له سند جبت فد نوب هذا من كثر ما دا اشتغل على الوورد لما دا اشتغل على الوورد تارك المشغل مالت النت ف يضعف صار يشتغل أو أقدر أروح للوورد المهم هذا شورتن وأقول له كوبي أقول له كوبي وأغلق أغلق هسه إن شاء الله هاي إيه بس إيش راح يصير عندي؟ أرجع هنا أرجع هنا للميت مالتنا ونقول له بيست وين الميت؟ فنقول له بالشات وين الشات؟ تيجي هنا والله العظيم. سوي له باك باك
كنترول في، هذا في مال واحد ما شايف الرابط. المهم نرجع نجي طلبان للملف المحاضره مالتنا مالت اليوم. اخر سؤال، اخر سؤال عندنا نفس السؤال السابق ايضا، يقول ايفالويت، احسب التكامل ايضا للمركبه العموديه على السيرفس لهذا الفيلد اللي جاي يدخل السيرفس او يطلع من السيرفس، حيث انه الاي يعطى بالعلاقه الاتيه اللي هو 4 اكس الاي ناقص 2 واي تربيع الجي زائد زد تربيع الكي، والاس هو السيرفس مالت السلندر المعطى ب اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي 4، والزد يتغير من الزيرو الى 3. لاحظوا هذا الطلاب، هذا السؤال، هذا السؤال ما قال، هذا السؤال ما فرض الله صلى على محمد وعلى محمد، هذا السؤال هنا ما فرض علي انه انا اشتغل بالربع بالثمن الاول الموجب، ما فرض علي انه اشتغل بالثمن الاول الموجب. فمعناته لما تجي تطلع الحدود التكامل مالت الاكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4 اللي هو الدائره السفليه، الدائره السفليه المحكومه ب اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4 اللي هو نصف القطر اللي هو الاكس راح يتغير من ناقص 2 الى 2، والزد يتغير من 0 الى 3. تشوفون من 0 يعني اسطوانه عندي، بس ما قال اوجد تكامل على الثمن الاول، ما قال اوجد على الثمن الاول، بما معناه الاكس راح يكون حدود التكامل مالته يتغير من ناقص 2 الى 2، الواي راح يتغير حدود التكامل مالته من ناقصا تحت الجذر 4 ناقصا اكس تربيع الى موجب تحت الجذر 4 ناقصا اكس تربيع، والزد هو معطيني اياه من 0 الى 3 يشوفون امامكم. وايضا نفس السؤال السابق ايضا الزد يتغير من 0 الى 3، بالبروبلم السابق الزد كان دا يتغير من اللي اتصور كان يتغير من 0 الى 2، اي من 0 الى 4، من 0 الى 4 بالبروبلم السابق، هنا لا من 0 الى 3. هذا اخر سؤال نتوقف، راح يكون عندي التكامل طبعا ايضا نفس الهنت السابق، نفس الهنت السابق، فراح يكون عندي جواب هذا الاسطوانه اللي تشوفونه امامكم كله، يعني لازم اوجد تكامل الفيلد ده يطلع من هذا السيرفس كله. طبعا لما اجي اشتغل هذا السلندر مالت الاسطوانه تلاحظون ينقسم الى ثلاث اسطح رئيسيه، السطح الفوقاني لازم اشوف النورمال مالته ايش قد، السطح الفوقاني اللي هو الدائره الفوقاني والسطح مالته والزت مالته يساوينا 3، وشوف الجذر العمود عليه اللي هو راح يكون عندي الزت. السطح الجواني هذا الاسفل اللي هو الدائره السفليه ايضا راح يكون عندي النورمال مالته لازم اشوف ايش قد اللي هو ناقصا الكي، هذا سطحين. السطح الثالث هو المحيط، هذا المحيط اللي هو اس 3 هنا معبر عنه، طبعا كاتب هنا اس 1 اللي هو الزت يساوي 0، الاس 2 اللي هو الزت يساوينا 3، والاس 3 اللي هو المحيط لازم اطلع النورمال على السطح، والنورمال على السطح تتذكرون بالكورس الاول كيف اوجدناه؟ الضل مالت المعادله مالت السطح مقسوم على الماجنتيود مالت الضل مالت السطح، قوسه هذا قوسه، يعني انا لازم اجي اشوف التكامل مالت السطح الاول ايش قد، تكامل السيرفس مالت السطح الثاني ايش قد، والتكامل السطح الثالث هذا المحيط ايش قد. هسه نجي نشوف نظريه التباعد لقاوس يختزل عنا المساله، بما انه التكامل السطحي ينربط بالتكامل الحجمي بالنسبه للمباراه هنا مالت التباعد مال قاوس، الدايفيرج مالت الاي، الاي تعرفون اي دي اكس زائد دي واي زائد الكي دي على دي زد، وتعرفون طبعا جي دي على دي واي العفو، وهنا الفيلد معطى 4 اكس الاي ناقص 2 واي تربيع الجي زائد زد تربيع الكي، وبالتالي الدايفيرج شو ينطيني؟ لاحظوا الدي على دي اكس ويا ال 4 اكس ينطيني فقط 4، الدي على دي واي ويا ناقصا 2 واي تربيع راح ينطيني ناقصا 4 واي، ناقص 4 واي هنا راح ينطيني بالنسبه اللي هو هذا ناقص 4 واي، ناقصا 4 واي، الاربعه مالت الحد الاول اللي هو ينطيني 4 اكس ينطيني 4، هنا الدي على دي دي على دي زد، الزد تربيع راح ينطيني 2 الزد اللي هو هذا اللي تشوفونه امامكم. اذا انحسب عندي الدايفيرج، الدايفيرج مالت الاي انحسب عندي ب 4 ناقصا 4 واي زائد 2 زد. بخصوص حدود التكامل regarding the limits of the integration بخصوص الحدود مالت التكامل راح يكون عندي، بما انه انا معطيني معادله الاكس والواي اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4، اصفر الواي حتى اشوف الحدود مالت التكامل مالت الاكس شلون دا يكون عندي، واي يساوي لنا 0 فاشوف الاكس راح يكون زائد ناقص 2 اخذه بالكامل، راح ياخذ حدود التكامل بالكامل، ما قال لي بالسؤال ما قال لي بالمره انه اخذ الثمن الاول الموجب ما قال، فبما معناه تاخذ الاكس تتغير من اللي ناقص 2 الى موجب 2.
ايضا الواي ما صفر اي شيء، فارجع لنفس المعادله اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 4، ما راح اصفر اي شيء، فالواي راح يكون عندي زائد ناقص ويؤخذ بالكامل من الناقص، من الناقص هنا الى الموجب يؤخذ بالكامله. الزت هو معطيني اياه بالسؤال جاهز، وبالتالي شيء ترتب عليه الطلاب لاحظوا لما اجي اطبق القانون مال التباعد، التباعد اللي يربط لنا ويا السيرفس، هو طالب السيرفس بس انا ما ادري اشتغل على السيرفس، يعني ما اعقد المساله وثلاث سطوح واشوف التكاملات والكونتريبيوشن والمساهمات مال كل سيرفس، كل سيرفس ايش قد كم، راح اشتغل على الدايفيرج مالت الاي، دايفيرج مالت الاي هو هذا 4 ناقصا 4 واي زائد 2 زد اللي هو هذا تشوفونه امامكم وينه، هو هذا، هذا اللي هسه الان وصلنا له، دايفيرج مالت الاي 4 ناقصا 4 واي زائد 2 زد. ايضا اقلل، ايضا بعد اقلل، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي حدود تكامل بالشكل الاتي، الاكس راح يتغير من ناقص 2 الى 2، الواي راح يتغير من ناقص تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع الى 4 ناقص اكس تربيع، الزت راح يتغير من الصفر الى 3، الضل مالت الاي عفوا مو الضل، الدايفيرج، الدايفيرج مالت الاي هو هذا بين قوسين، والتكامل على الحجم دي زد دي واي دي اكس. لما اجي اكامل بالنسبه للزت، الزت هنا موجود ف4 زت راح يعطيني، هنا راح يعطيني 4 واي زت، هنا راح يعطيني 2 زت، الزت تربيع عفوا اسف مو 2 زت، راح يعطيني 2 الزت تربيع على 2 اللي هو هذا بالاسفل، اعوض حدود تكامل 3 فراح يصير عندي 4 في 3 12، 4 في 3 ايضا 4 في 3 ايضا 12، ف12 ناقصا 12 الواي زائدا 3 تربيع 9 زائد 9 اللي هو هذا، اللي هو هذا، اللي هو هذا اللي قصده. لما اجي اكمل بالنسبه للواي الان، بالنسبه للواي راح يصير عندي 12 الواي ناقصا 12 واي تربيع على 2 زائد، طبعا هنا الطلاب لاحظوا عندي 2 12 وهنا زائد 9 فاجمعها، ف12 زائد 9 21 ناقصا 2 واي 12 واي هذا اللي تشوفونه امامكم. الان راح اجي اكمل بالنسبه للواي، لما اجي اكمل بالنسبه للواي الحد الاول ما بي واي، فراح يكون عندي 21 واي ناقص 12 واي تربيع على 2 اذا راح يختزل الى هذا اللي تشوفونه امامكم، طبعا 12 تقسيم 2 6 اللي هو هذا. اعوض الحدود مالت التكامل من ناقص 4 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع الى 4 ناقص اكس تربيع، فاول شيء راح اعوض 21 الواي، الواي بدل هذا الواي راح اعوض تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع، وهنا ايضا راح اعوض تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع بس كل تربيع، هذا حد اول اللي هو هذا ناقصا، هسه نفس الحد هذا كله بس اعوض كل واي ناقص الان تحت الجذر، ناقص تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع اللي هو هذا الحد. طبعا لما اربع الجذر راح يروح بهاي الحدود، لما اجي اكامل لاحظوا هذا اشارته ماينس، هذا الماينس لما يدخل على هذا الحد الاول يسويه بلس، يدخل على هذا الحد يصير ماينس، فهاي المعادله هذا الحد راح يروح ويا هذا الحد، الحد الثاني يروح ويا هذا الحد الثاني منه عكس الاشاره راح يكون، فراح يبقى لي 21 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع زائدا 21، لان هذا الناقص فيه الناقص يطلع موجب، زائد 21 تحت الجذر راح يصير عندي 2، 2 انظروا في ال 21 اللي هنا، هذا ال 21 هذا ال 21 وهذا ال 21 يعطيني 42 والتكامل ناقص 2 الى 2. الان لما اكامل هذا معطيني الفورم بالسؤال، القالب مالت التكامل تحت الجذر 4 ناقص نفس السؤال السابق، وراح يكون عندي ايضا بالمقارنه راح يصير عندي الاي راح يقابل لي ناقصا 1 والسي راح يقابل لي الاربعه، اعوض بهذا الفورم القالب الجاهز، اعوض بدل كل سي 4 بدل كل اي ماينس 1 بدل كل اي ماينس 1 بدل كل سي 4 بدل كل اي ماينس 1 يعني ينطيني هذا اللي تشوفونه امامكم، هذا اللي تشوفونه امامكم، ناقص في ناقص موجب، ناقص في ناقص بالمقام ايضا موجب، يعني راح ينطيني يصفالي بهذا، يصفالي بهذا الفورم اللي تشوفونه امامكم. فالتكامل تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع دي اكس يساوي اكس على 2 تحت الجذر 4 ناقص اكس تربيع زائد ساين انفرس الاكس على 2، الان راح اعوض، راح اعوض من بدل الاكس مره 2 ومره ناقصا 2، الان الى 5، وش راح يصير عندي؟ دايفيرج مالت الاي التكامل الحجمي اللي عليه راح يعطيني 42، الناتج مالت التكامل طلع لي هو هذا كله، طرف الايمن، اجي انزله هنا.
الآن راح أعوض اثنين أول مرة. لما أعوض اثنين هنا اثنين، اثنين تقسيم اثنين واحد، اثنين تربيع أربعة، أربعة ناقصا أربعة صفر، هذا الحد كله يحمل يهمل. اثنين تقسيم اثنين واحد ساين انفرس نفس الفورم السابق. الآن لما أجي أعوض ناقصا اثنين، ناقصا اثنين على اثنين يعطيني ناقص واحد، بس هذا الحد هم يصفر. ليش؟ لأنه ناقصا اثنين تربيع موجب أربعة، موجب أربعة ويا الأربعة زيرو، أربعة ناقصا أربعة صفر. بس هنا لا، هنا راح يصير عندي ناقصا اثنين تقسيم اثنين ناقص واحد. فالمهم يعني هذا اقصده، هذا اللي اقصده، راح يكون عندي اول مره لما اعوض اثنين يعطيني هذا ناقصا، هسه اعوض ناقصا اثنين يعطيني هاي المعادله كلها اللي تشوفوها امامكم. طبعا هذا الحد الاول قلنا يصفر، هذا الحد ايضا يصفر، يبقى لي اثنين ساين انفرس اللي هو هذا اثنين ساين انفرس ناقصا، يدخل الناقص على الحد الاول اللي هو صفر، هذا ماكو، هذا الحد راح يصير اشارته ماينس اللي هو هذا. الان اطلع الاثنين عامل مشترك الاثنين من هذا الطرف وايضا من هذا الطرف، هسه الان الا اربع دقائق، فيصير 2 8 يصير 84، يصير ساين انفرس الماينس ساين انفرس الواحد ناقصا ساين انفرس الماينس واحد. طبعا هنا راح يكون عندي هذا الحد راح يكون عندي ماينس باي على 2، وهذا ايضا راح يكون عندي باي على 2، هنا يكون عندي ماينس ماينس باي على 2 يعطيني باي على 2، فباي على 2 زائد باي على 2. طبعا هنا انا كاتب لكم ساين انفرس الواحد وباي على 2 ساين انفرس الماينس 1 ناقص باي على 2، يعني بما معناه المعادله اللي فوق راح يصير عندي هنا باي على 2 اللي هو هذا ناقص ينزل كما هو هذا الناقص من هذا من هذا الطرف من هذا الطرف، هنا ساين انفرس الماينس 1 يعبر عنه ماينس باي على 2. اذا راح يصير عندي باي على 2 زائد باي على 2 باي يعطيني 84 باي. الحد التكامل عندي سيرفس، هنا نتوقف طلاب كملنا ماك، يعني صح المحاضره اليوتيوب مال العام استمرينا كملنا هذا الملف، بس هو هذا اللي قدرنا نوصل له بعد. الان هم بعد انتهيت. عندكم سؤال طلاب؟ اكو سؤال؟ اكو كويستشن؟ طلع عندي التكامل على السيرفس طلع عندي 84 باي، بدون ما اشتغل على السيرفس اقسم الاس الى ثلاث تكاملات، تكامل اس 1 اللي هو هذا الفوق الفوق، الاس الجوة اللي هو الطرف السفلي مالت الاسطوانه، والاس 3 اللي هو المحيط مالت الاسطوانه، ما اشتغلت وما ربطت يعني عقدت المساله، اشتغلت اساسا من الدايفرج. احيانا اكو شيء اسئله يقول لك فيريفاي فيريفاي فيريفاي، يعني حقق لي مبرهنه مالت الدايفرج مال جاوس، لازم واحد يشتغل طرف السيرفيس ويشوف الشابه الطرف الايمن، بس هاي مسائل تصير صعبه. ليش؟ لانه يعني انتم شفتوا هسه الدايفرج هو صعب، فما بالك اعطيك ايضا السيرفس، فانا هذه الشغلات اتجنبها، بس اذا اعطيتكم اوج التكامل على السيرفس المركبه العموديه راسا تقدر تحلها تقدر تحلها بالجاوس. طبعا طلاب الان راح اسوي يعني اتوقف عن مشاركه الملف، راح اعطيكم هذا السؤال مالت الهوم ورك مالت ايجاد ايجاد المساحه اللي هو هذا. اوجد المساحه المحصوره بين هذا الكيرفين. احنا شفنا اخذنا المساحه مالت الكره، مو كره العفو، مساحه مالت الدائره، اخذنا مساحه مالت الدائره من خلال مبرهن تجرين. هسه اوجد لي هاي المساحه، هاي المنطقه المظلله اقصد هذا. لاحظوا اي وينه؟ اي هذه مساحه هذا الجزء؟ اي مساحه هذا الجزء؟ المساحه المحصوره بين هاي الكيرفين. طبعا هذا الكيرفين لاحظوا الكيرف الاول اللي هو سي 1 اقصد هذا يعني هاي المساحه كلها بين الكيرفين. لاحظوا انا عندي السي 1 على مسارين، طبعا هو السي 1 يتغير بهذا المقدار، السي 1 هو هذا التغير مالته. اما لما يرجع قافلا يعني التكامل مالته راح يكون من الاوريجين اللي هو 0 0، من 0 0 اتحرك على السي 1 اوصل الى 2 12، بعدين اخذ اتخذ المسار قافلا راجعا المسار من الاي الى الاوريجين اللي هو السي 2، محكوم هاي المعادله واي يساوي 6 اكس. اوجد لي المساحه المنطقه المحصوره بس من خلال استخدام القانون الاي شو يساوي لنا؟ نصف، نفس القانون مالت المساحه اللي هو النصف تكامل مسار مغلق السي
ال x dy ناقصا ال y dx من خلال هذا القانون. من خلال هذا القانون أوجد المساحة هاي المنطقة المحصورة بين كيرفين هذني. هاي المنطقة المحصورة شوفوا لي أشقد هسا يعني أنا راح أعطيكم التكليف باكر إن شاء الله أنزل لكم إياه وخذوا راحتكم يعني هوموركين بس أدنى لا تقيدون بالهوموركات البقية. هومورك هذا اللي مطلوب هذا الهومورك المطلوب اللي هو إيجاد المساحة بين كيرفين وأيضا السؤال الأول اللي هو مثل المثلث شكل المثلث اشتغل على المسار سي 4 أو سي 5. لهنا أنا راح أوقف الخزن.